وينضم إلينا من كييف الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. أهلا بك دكتور عماد. إذا أمام هذه الخطوات الأوكرانية، أمام هذا الاستعراض مؤخرا ومحاولة فرض واقع جديد، يعني إلى أين يتجه هذا الصراع؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد في ظل يعني إقبال الجميع على مرحلة قادمة، مرحلة تفاوض، ربما الآن تجري بعض لقاءات غير مباشرة أو مباشرة غير معلنة بين الجانبين، كل جانب يحاول أن يضغط بملف التفاوض أن لديه أوراق رابحة. أوكرانيا الآن فاجأت الجميع أنها تستطيع أن تدخل إلى أراضي روسية، استطاعت أن ترصد أن التموضع فيها والمعدات والجند غير قادرين على صد مثل هذه الهجمة، فاستطاعت أن تنجح في الدخول، والآن تنجح ليس فقط في الدخول بل بالتقدم البطيء ومحاولة الآن إعداد خطوط دفاعية في المنطقة. وهذا ما جعل الصين اليوم تتكلم أنها تدعو الأطراف إلى يعني تقليل حدة الصراع، وأنها ستكثف جهودها لتعجيل العملية، عملية التسوية السياسية. في المقابل روسيا واضح أنها في قلق، لأن إجلاء 76 ألف مواطن وأيضا تحضيرها لهجمات ربما تنال البنى التحتية، وهذا ما يقلقنا هنا في الداخل الأوكراني. ما هي ردة فعل روسيا؟ هل ستضرب كل المدن؟ هل ستكون هناك أسلحة جديدة وغير ذلك؟ لكن واضح أن الرد الروسي كذلك فيه قلق شديد من وصول القوات الروسية الأوكرانية إلى أراضيها وسيطرتها عليها، وبالتالي هي تطلق تهديدات أنها بأقرب فرصة أو وقت ستجبر القوات الأوكرانية إما على الانسحاب أو أنها يعني تبيدها كما جاء في التصريحات السياسية. فهذا يعني التكهن أن المرحلة القادمة فيها للأسف سيكون نوع من زيادة حدة المقاتلة أو المواجهة بين الجانبين. هل هذا يعني بأنه بشكل أو بآخر نحن أمام مرحلة تحديد ملامح نهاية ربما هذا الصراع؟ وإن كان يعني ما زال الوقت ربما مبكر، ولكن يعني محاولة لكسب المزيد من الأوراق الضاغطة والرابحة. باعتقادي هذا الأمر سيتيح مجال للوسطاء للحديث للجانبين بما فيها الجانب الروسي بالتأكيد، على أن المراهنة على انكسار أوكرانيا واضح أنه رهان خاسر، وأن الرهان أيضا على أن الغرب سيتوقف عن دعم أوكرانيا أيضا رهان غير واقعي. فبالتالي إذا استمرت هذه الحرب سيكون استنزاف أكثر لروسيا، وطبعا كل من يدعم أوكرانيا أيضا هو مستنزف، لأنه يخصص جزء كبير من ميزانيته لدعمها وجزء كبير أيضا للتصنيع والميزانية العسكرية التي تتجاوز من 2 إلى 3% من الناتج المحلي. فبالتالي الأمر سيتجه نحو مزيد للأسف من التصعيد. هذا التصعيد قد يكون إيجابيته فقط أن تعين الوسطاء على استخدام ذلك كورقة ضغط على الجانبين وخاصة الجانب الروسي، بألا تكون هناك إملاءات وشروط تجبر أوكرانيا على قبول ضم أراضيها. فالآن روسيا ستبدأ نفسها تطالب بانسحاب أوكرانيا من أراضيها، مما يعني أن الأوراق التي ستكون بين الجانبين ستتاح فيها فرصة كبيرة للنقاش والحوار. إذن يعني هنا لا نتحدث فقط عن هذه الحرب بين الطرفين، يعني الحديث عن تسربات إشاعية وما إلى ذلك من الممكن أن يذهب بنا إلى ربما وضع أكثر خطورة في تتوه معه هذه التفاصيل أو مع يعني حجم هذا الصراع هذه التفاصيل. يعني صحيح. هل ينتبه الطرفان إلى خطورة ما يحدث؟ يعني الخطورة موجودة، ولكن باعتقادي أن كل جانب يمني نفسه أنه ربما سيستطيع الحسم أو الضغط من خلال الحلفاء، أو أن العملية التفاوضية ستبدأ وبالتالي هو يضمن أنه صاحب القرار الرئيس فيها، وبالتالي لا زال الجميع يعيش في هذه الأجواء. لكن ربما اقتربنا نوعا ما كما أشرتم، وأوافقكم الرأي أن الأمر قد يكون يعني إشارة إلى قرب مسألة مبدأ التفاوض والجلوس لإيجاد حل جذري. الآن روسيا باتت يعني تحسب ليس حساب عادي، حساب
كبير جدا للقوات الأوكرانية، وأن ما يقدم لأوكرانيا فعلا بات يقلق روسيا، بل أصبح يشكل تهديد، لأن روسيا كانت تطالب ألا تكون هناك أسلحة للناتو على الأراضي الأوكرانية تشكل خطر على أراضيها. الآن هذه الأسلحة تدخل الأرض الروسية بشكل أو آخر، فبالتالي الأمر يتطلب فعلا إعادة اتخاذ قرارات جديدة سياسية للبلدين تكون فيها نوع من المرونة وتكون فيها نوع من التقارب مع الميثاق الدولي للوصول إلى تسوية عادلة، ما لم يكن هناك يعني نوايا خارج عن الإطار الدولي أو نوايا لدول أخرى قد تعيق الوصول إلى التفاوض في المرحلة الحالية. إذن أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من كييف دكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار.